إلى ذلك، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة تكميلية لمحاكمة أحد المتهمين في جريمة استهداف جنود الأمن المركزي وسط ميدان 70 في العام 2011، والتي أدت إلى استشهاد 86 جنديا وجرح أكثر من 100. وقررت منح النيابة فرصة أخيرة لإحضار المتهم من السجن، وأجلت الجلسة إلى 21 من أغسطس المقبل. تناولت القضية اليوم بالمحاكم التكميلية لأحد أفراد الخلية الإرهابية وهو الأهم فيها، باستكمال القضية بعد أن صدر الأحكام الإعدام في المتهمين الأولين. واليوم تم محاكمة المتهم الآخر أحمد العزاني، فنرجو من عدالة المحكمة طلب السجن. فأين ذهبوا؟ يعني أين راحوا المتهمين الأولين المحكوم عليهم بالإعدام؟ يعني ما عدموش في السجن، أن راحوا أن هربوهم. نرجو من عدالة المحكمة أنه إحضارهم والتخاضب وضبط من تم الإفراج عنهم.